عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة المشروعات الجديدة بالمنطقة الصناعية الصينية تيدا مصر، مشيرا إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأضاف أن الشركات الصينية تسعى للاستفادة من حوافز الاستثمار التي تمنحها مصر، كذلك استغلال حجم السوق الكبير المتاح للتصدير إلى الدول والتكتلات التي ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع مصر. كما وجه مدبولي بدراسة الطلبات التي وردت من الشركات الصينية واحتياجاتها المختلفة من مواد خام وطاقة حتى يتسنى المضي قدما في تعزيز الشراكة مع الجانب الصيني. ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الوزارية العليا لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار، مؤكداً أن انعقاد هذا المنتدى خلال النصف الأول من العام القادم يأتي تأكيداً لالتزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ إجراءات عملية من أجل تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأضاف مدبولي أن تنظيم هذا المنتدى المهم كان ضمن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول اجتماعات المجلس بعد إعادة تشكيله. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فرض رسوم بقيمة $1,000 على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم، مشدداً على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، وأن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة $1,000 يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية. أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن ترحيبه بانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة الـ20، مضيفا أن عضوية الاتحاد الأفريقي ستعمل على زيادة تمثيل إفريقيا في المحافل المتعددة الأطراف وتوفير منصة إضافية لمناقشة التحديات المشتركة والمساهمة في إيجاد حلول عالمية. اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الرحمة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية، ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية، فيما نشرت قوات الاحتلال عناصرها لتأمين اقتحامات المستوطنين. أكدت مصادر طبية ليبية ارتفاع عدد ضحايا إعصار دانيال إلى 150 شخص وتسجيل مفقودين في الإعصار الذي ضرب البلاد. وأكدت المصادر انهيار مبنى سكني من عدة طوابق في مدينة ديرنا شرقي البلاد التي تعاني وضعا كارثيا، مرجحة ارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات المقبلة بعد حصر دقيق للضحايا.